السلام عليكم، مع حضراتكم ديت سبرتايه كايرو ارت اللي هي تدعى الملكي. دي اتضربت في السوق، بس احنا عاملين الفيديو ده توضيحي بحيث نوضح الفرق ما بين بتاعتنا وما بين المضروبه في السوق. زي ما احنا شايفين بتاعتنا كده، هو مبدئيا من لمعتها كاننا بنتفرج على قطعه ذهب. ده كده بالشكل المبدئي. لو بصينا للكفر الخارجي هنلاقيه متساوي، مفيش الحته دي مش نازله، هنلاقي الرجول كلها سوا بعضيها، هنلاقي السن مدبب زي كده. الغطا ذات نفسه بيتكلم، هنشوف التاني مع بعضينا عشان نبقى عارفين الفرق. بص حضراتكم اللحامات اكني مقفل ذهب بالظبط، فلا اكننا مقفلين خرطوش الذهب بالظبط، يعني صنايعي ذهب بالفعل مش بنجي، هو اللي مقفلها مش صنايعي نحاس، صنايعي من ورشة ذهب. دي حضراتكم اللي هي بتاعت السوق، زي ما حضراتكم شايفين الفينش. نبص الفينش هنا، نبص الفينش تحت هنا عامل ازاي. مفتوح من هنا، هم مقلدينها بس للاسف ما اتقنوش التقليد، وكله بينزل تحت نفس الاسم، وكله بينزل انه صنع في مصر، بس للاسف دي حاجه بتضر المصريين خالص. والكلام ده على البايركس برضه نفس القصه، ونبقى نشرح الفرق ما بين البايركس ده والبايركس ده. ده كله في الظاهر، الظاهر مختلف تماما، بس لو جبت لك دي لوحديها ممكن حضرتك تتخدع فيها، لو جبت لك دي لوحديها ممكن تتخدع فيها، انما لازم تشوف الاصلي بحيث انك تعرف الفرق. زائد ان خزان ديت حديد من جوه صاج، ممكن تلاقيه يصرف في اي وقت. لا دي حتى الدخيل اللي مش اللي الزبون مش شايفه عاملينه نحاس. في منها ثلاث مقاسات، في المقاس ده، ودي في منها مقاسين فقط السوقي. في المقاس ده حاجه ظريفه خالص، نفس الديزاين، وفي المقاس ده دبل الشوالة.